السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ مهل جناب، مدرس بمؤسسة الدعاء التيبوني مستوى السادس. تلاميذي تلميذاتي الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في حصة جديدة وبداية أسبوع جديد، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. إذن المكون الذي اليوم سنقوم بتثبيته ودعمه هو مكون التراكيب، في إطار الدعم العام سنعمل على تثبيت المكتسبات السابقة في بعض الظواهر التراكيبية، وذلك من خلال إنجاز مجموعة من التمارين الخاصة بهذه الظواهر. إذن التمرين الأول، أحول الأفعال حسب المطلوب. إذن لدينا فعل ماضي مبني للمعلوم، فعل مضارع مبني للمعلوم، فعل ماضي مبني للمجهول، فعل مضارع مبني للمجهول. إذن لدينا فعل أكل وفعل ماضي مبني للمعلوم، إذن سنحوله إلى فعل مضارع مبني للمعلوم، ثم كذلك إلى فعل ماضي مبني للمعلوم المجهول عفوا، ثم إلى فعل مضارع مبني للمجهول. وهنا يجب أن نطبق قواعد بناء الفعل سواء الماضي أو المضارع للمجهول. إذن في القاعدة نقول يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وقصر ما قبل آخره، ويبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن هذا ما يجب علينا تطبيقه في هذا التمرين. ثم كذلك لدينا فعل مصحة. مصحة هو فعل ماض مبني للمجهول، إذن سنحوله إلى فعل ماضي للمعلوم، ثم فعل مضارع مبني للمعلوم، ثم بعد ذلك إلى فعل مضارع مبني للمجهول مع الشكل التام طبعا. بعد ذلك ننتقل إلى التمرين الثاني. أدخل مرة كان ومرة إن للجملة التالية. الجملة هي القصة ممتعة. إذن هذه الجملة مرة سندخل على كان باعتبارها ناسخا فعليا، ونطبق قواعد إضافة أو النواسخ الفعلية على الجملة الإسمية، إذن ماذا يحدث؟ ثم بعد ذلك ندخل على الجملة إن، وإن كذلك هي إحدى النواسخ الحرفية، كذلك نطبق على الجملة قواعد إضافة الناسخ الفعلي على الناسخ الحرفي على الجملة الإسمية، وما هي التغييرات التي تتم. بعد ذلك ننتقل إلى التمرين الثالث وهو الخاص بالإعراب. والجملة هي ينال التواب. ينال التواب. إذن سنقوم بإعراب هذه الجملة حسب الظاهرة التراكيبية التي تتضمنها. إذن ينال ماذا؟ ثم الثواب كذلك ما هو إعرابه؟ إذن أتمنى أن توفقوا في إنجاز هذه التمارين. نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.